وجهتها النقابتان العماليتان إلى إضراب عام دعما للمحتجين ضد الحكومة غير قانونية. هناك إرادة في دفع الناس للنزول إلى الشارع من خلال أعمال غير قانونية مثل وقف العمل والإضراب. إن قوات الأمن لن تسمح بذلك. وكان مسؤولون في الحكومة التركية قد ذكروا أن خطة الأحداث الجارية في تركيا أعدت قبل 6 أشهر كمحاولة لتغيير النظام في البلاد. وكانت الشرطة تدخلت في حديقة جيزي منذ نهاية الشهر الماضي واستخدمت القوة لطرد مئات الناشطين والمحتجين من تيارات قومية ويسارية الذين كانوا يرفضون إزالة الحديقة وإقامة مباني أخرى بمعالم إسلامية عثمانية. وشكل هذا الحادث الشرارة التي أشعلت الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة ذات المرجعية الإسلامية المحافظة التي تحكم تركيا منذ عام 2002. رضوان خطاب، النيل. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول مراسل النيل علام صبيحات. علام، ما هي آخر تطورات الوضع لديك بعد اشتباكات التي حدثت بين الشرطة والمحتجين وإخلاء الميدان بالقوة؟ نعم، آخر التطورات كما ذكر التلفزيون الحكومي الرسمي بشكل رسمي أن الشرطة التركية والقوات التركية قد اعتقلت عددا كبيرا من من كانوا قد تظاهروا ضد الحكومة التركية في الأيام الماضية، خصوصا في اليومين الماضيين. هناك حملة اعتقالات واسعة جرت في كل المدن التركية، تحديدا في أنقرة واسطنبول وإسكشهير وهي مدينة قريبة جدا من اسطنبول ومدينة إزمير. هناك الكثير من الاعتقالات حصلت، وهو يعني عندما تعلن هذه الأمور هنا في تركيا على التلفزيون الرسمي هو يعني إشارة لمن قد يشارك في المرات القادمة بهذه التظاهرات على أنها على أن هذه الاعتقالات ستكون هي المقدمة لاعتقالات قادمة ربما من باب التخويف لهذا للمشاركين. من باب آخر، هناك تصريحات جديدة لوزير الداخلية معمر جولير، وهو عندما قال عندما تحدث أنه عندما يسمح سنسمح لإعادة بعودة الناس إلى ساحة جيزي بارك ولكن بحماية الشرطة، الشرطة ستكون متواجدة تماما هناك نظرا لتخوف الحكومة التركية لاستغلال هذه التظاهرات وهذه التجمعات من الشعب التركي من الناس من الشباب من جماعات إرهابية وجماعات خارجية. الحكومة التركية أيضا كانت قد أعلنت اليوم أنها أفرزت عن 21 أجنبيا بين هلالين من أصل 27 كانت قد اعتقلتهم خلال المظاهرات الحالية في البلاد، وهي طبعا في هذا الأمر تشير إلى أن جهات خارجية تشارك بشكل كبير في المظاهرات كجزء من مخطط كبير خطط له منذ 6 أشهر. الحكومة الملفت جدا اليوم يعني اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية على تصريحات كانت قد صدرت من أحد المسؤولين الأتراك في أحد الصحف الرسمية التركية هنا بأن هناك جماعات بين هلالين مجموعات أو جماعات أو جهات أمريكية تدعم المتظاهرين وتساهم في الخطة الكبيرة التي اكتشفت في تركيا للحكومة. علام، يعني هل هناك ردود أفعال متوقعة بعد إجلاء الميدان بالقوة من قبل النقابات أو المتظاهرين عموما؟ بكل تأكيد، يعني التصريحات ظهرت بشكل واضح تماما، هم رفضوا تماما هذا التعامل من الشرطة في إخلاء هذه بإخلاء ساحة جيزي بارك. هم أعلنوا طبعا تحديدا موضوع النقابات العمالية الكبيرة والتي تشكل إذا اجتمعت على قلب رجل واحد إذا ما اجتمعت ستشكل قوة كبيرة في الضغط على الحكومة، والحكومة تحسب ألف حساب على هذا الموضوع. ولكن اسمح لي علام، يعني دعت هذه النقابات إلى مظاهرات وصفها الصحفيون ووكالات الأنباء بأنها متواضعة رغم اشتراك عدة آلاف بها، يعني هكذا تقول الأخبار. برأيك ما هي الأعداد التي أو تقديرك للأعداد التي شاركت في هذه المظاهرات وما هي القوة المفروضة التي تشارك فيها؟ صحيح، بالفعل من شارك في هذه المظاهرات هم بالآلاف، صحيح، وهذا رقم قليل نسبيا، قليل جدا صحيح صراحة إذا ما قورنا بالأعداد الصحيحة الحقيقية للمنتسبين والأعضاء لهذه النقابات الرئيسية. ولكن الملفت للانتباه هنا أن من شارك في الإضراب اليوم هو 5 نقابات حكومية رئيسية، ولكن هناك نقابات طبعا هي نقابات رئيسية في البلاد ولكن هناك نقابات أخرى يعني تدرس موضوع الدخول في الإضراب المفتوح والدخول في الإضراب العام في البلاد، ولكنها حتى الآن لم تقرر الدخول في هذا الإضراب. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى
حتى المشاركين والمنتسبين والأعضاء في هذه النقابات التي أعلنت الإضراب العام بشكل كامل، أولا لم يلتزموا جميعا في هذا الإضراب الذي شكل الذي بدأ يوم أمس الذي كان يوم أمس واليوم جزئيا. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك تخوف كبير من أعضاء النقابات من أن يمس ذلك عملهم، أن يمس مواقعهم، خصوصا بعد يعني إعلام الحكومة التركية صراحة بأن من سيشارك في هذا الإضراب من قبل أعضاء النقابات هو مخالف للقانون وسيتعرض لمساءلات قانونية كبيرة. نعم، وضحت الرؤية، أشكرك شكرا جزيلا مراسل النيل علام صبيحات، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. تعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وعلى مدى يومين أعمال مؤتمر نصرة القدس. يهدف المؤتمر لتحديد خريطة الاحتياجات والمشاريع ذات الأولوية بالقدس وعرض تصور لمنظومة الدعم المتكامل للقدس ومناقشة سبل التغلب على المعوقات التي تقف في وجه العمل الميداني لدعم القدس، كما تبحث صياغة دليل عمل لمنظومة دعم متكامل للقدس الشريف بما يحقق التفافا شعبيا ورسميا فاعلا حول منظومة دعم صمود القدس والارتقاء بخدماتها المعيشية خاصة الصحية والتعليمية والسكنية. تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ خططها التهويدية في القدس المحتلة بهدم منازل وبيوت المقدسيين والاستيلاء عليها وإحلال المستوطنين في هذه البيوت بحجج واهية تتعلق بالتراخيص. من جانبه وصف النائب مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الاستيطان الإسرائيلي بالسرطان المتوحش. إلى الشأن الليبي، حيث أفرجت اليوم مجموعة مسلحة ليبية خارجة عن القانون عن الجنود الليبيين الخمسة التابعين لقوات حرس الحدود بالجيش الليبي والمختطفين منذ 18 يوما بمنطقة جنوب شرق ليبيا، وذلك بواسطة وجهاء وأعيان قبيلة التبو. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه قوات درع ليبيا المكلفة بتأمين المنطقة الجنوبية في بيان لها انسحابها من الكفرة والجنوب الليبي، ما تسبب في خلل ونقص في القوة الموجودة داخل المدينة. كانت قوات الدرع قد كلفت بمهام حماية مدينة الكفرة بقرار من رئاسة الأركان العامة الليبية، إلا أن عملها توقف عقب الأحداث التي شهدتها مدينة بني غازي مؤخرا. أعلن الرئيس الأفغاني حامد كرزاي تولي القوات الأفغانية اليوم السيطرة الأمنية على مجمل مناطق البلاد لتحل بذلك محل القوة الدولية التابعة للحلف الأطلسي والتي كانت تضمن الأمن منذ سقوط نظام طالبان في نهاية 2001، وبذلك تنتهي اليوم عملية نقل السلطة تدريجيا التي بدأت في يوليو من عام 2011 مع نقل قوات الناتو مسؤولية آخر المناطق المتبقية للسيطرة الأفغانية. من جانبه أشار هذا رئيس حلف شمال الأطلسي للناتو أندرس فوغ راسموسن بالقوات المسلحة الأفغانية وأثنى على شجاعة والتزام أفرادها، ومن المقرر أن يسحب حلف الناتو القسم الأكبر من قواته التي تعد حوالي 100,000 عسكري بحلول نهاية 2014. The aim is to train, advise and assist Afghan forces. We will also play. تزامنا لقي 3 أشخاص على الأقل حتفهم اليوم وأصيب 21 آخرون بجروح في تفجير انتحاري بالقرب من منزل مسؤول سياسي أفغاني بالعاصمة الأفغانية كابول، واستهدف منفذ الهجوم موكبا لعضو البرلمان محمد محقق، ولكنه نجا من الهجوم وأصيب بعض حراسه. ويذكر أن محقق هو مؤسس ورئيس حزب الوحدة الإسلامية الشعبي في أفغانستان. وللمزيد من المتابعة حول نفس الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من كابول السيد حبيب حكيمي المحلل السياسي. يعني سيد حبيب، كيف تقرأ تولي القوات الأفغانية السيطرة الأمنية بدلا من قوات الناتو؟ هذه الخطة كانت موضوع منذ سنوات، و
قوات الناتو بدأت بتسليم المهام الأمنية للقوات الأمنية الإيرانية تدريجيا، وهذه هي المرحلة الأخيرة الأمنية للقوات الأمنية الإيرانية، والقوات الإيرانية ستتسلم المهام الأمنية في المناطق الجنوبية والشرقية التي تطورت بالتوتر وبالنشاطات طالبان مقارنة بالمناطق الأخرى في افغانستان. وطبعا قوات الناتو تتحدث في هذه المرحلة عن تهيئة القوات الأمنية الإيرانية لتسلم هذه المهام الأمنية بدلا منها، وهي ستكون قادرة لمواجهة التحديات الأمنية في افغانستان بعد خروج القوات الأجنبية من افغانستان بحلول عام 2014. ولكن في الوقت نفسه هناك شكوك حول مقدرة وجهودية القوات الأمنية الإيرانية لتصدي لهجمات طالبان ونشاطات طالبان والجماعات المسلحة المتمردة التي تنشط في جميع يعني سيد حبيب وعفوا المقاطعة، يعني هل يمكن أن يؤدي هذا إلى خفض نشاط هذه المنظمات التي توصف بالإرهابية المتواجدة في أفغانستان، خاصة إذا علمنا أن معظم هجماتها كانت ضد قوات حلف الناتو؟ حتى الآن ليس هناك أي مؤشر لهجمات طالبان ونشاطات طالبان ضد القوات الأمنية الإيرانية، بل حركة طالبان أنها ستستمر القتال ضد القوات الأمنية الإيرانية حتى تستطيع أن تثبت الحكومة الحاكمة في أفغانستان، وحتى إذا خرجت القوات الأجنبية من أفغانستان فهي ستستمر في القتال، وليس هناك أي مؤشر من قبل حركة طالبان أن حركة طالبان ستوقف نشاطاتها العسكرية ضد القوات الأمنية الإيرانية بعد خروج القوات الأجنبية من أفغانستان. سيد حبيب حكيمي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من العاصمة الأفغانية كابول. وصل مبعوث كوريا الشمالية للطاقة النووية كيم جوان إلى بكين لعقد مباحثات مع وزير الخارجية الصيني السابق زانغ يوسي غدا حول البرنامج النووي لبيون يانغ. وتأتي هذه الزيارة بعد يومين من عرض بيون يانغ إجراء مفاوضات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة لتخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وذلك قبل قمة مقررة بين الصين وكوريا الجنوبية في بكين في وقت لاحق هذا الشهر. ويعد كيم جوان المفاوض الرئيسي لكوريا الشمالية في المحادثات السداسية التي تضم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وروسيا، والتي تهدف إلى دفع بيونغ يانغ إلى تقليص برنامجها النووي. أصيب 30 شخصا بينهم 20 من أفراد الشرطة بجروح متفاوتة جراء أعمال الشغب التي اجتاحت مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه 11 مدينة برازيلية بما فيها العاصمة برازيليا تظاهرات حاشدة شارك فيها أكثر من 220 ألف شخص، وذلك احتجاجا على ضعف الخدمات العامة وعنف الشرطة والفساد الحكومي. وأدت المسيرات التي تستمر على مدار أسبوعين إلى غلق الطرق وتعطل المرور في أكثر من 6 مدن من بينها ساو باولو وريو دي جانيرو وبيلو وهوريزيتو وبرازيليا، وكذلك إلى تخريب مبنى الكونغرس وممتلكات في مدينة بورتو أليغري الجنوبية. قال العاملون في هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية أن القرار القضائي بوقف قرار رئيس الحكومة بإغلاق الهيئة غير كافي، وأن على الحكومة اليونانية اتخاذ قرار تنفيذي بعودة إشارة الإرسال لتمكن الهيئة من بث برامجها. وكان مجلس الدولة اليوناني الذي يعد أعلى سلطة قضائية إدارية في البلاد قد ألغى مؤقتا قرار الحكومة بإغلاق الإذاعة والتلفزيون العامين ERT، وأمر بإعادة تشغيلهما حتى تأسيس هيئة عامة جديدة للإذاعة والتلفزيون، على أن يصدر حكمه بشأن جوهر القرار الحكومي في شهر سبتمبر القادم.